السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الشرح الجديد الخاص بالتوزيع المسمات ب أونترغوس. فتوزيعات أونترغوس هي أحد التوزيعات المشهورة والسهلة الخاصة بالمبتدئين والمبنية على الأرتش لينكس، إلا أن توزيعات أونترغوس يجب تنصيبها على آلة بمواصفات جيدة نسبيا، وذلك حسب واجهة المكتب التي ستختارونها. فمثلا واجهة الجنوم 3 فهي تحتاج ذاكرة كبيرة نسبيا ومعالج قوي أيضا. أما بالنسبة لواجهة المكتب الأخرى كالإكس أف سي أو و الأوبن بوكس فهي لا تحتاج الكثير من الذاكرة. هنا ندخل إلى الموقع الرسمي لأونترغوس ونضغط هنا على لاتست انستال ميديا ونختار داونلود إيزو. بعد الانتهاء من تحميل الإيزو نقوم بتشغيل الآلة الافتراضية كما العادة، حيث أن الفيموير متوفرة في الويندوز واللينكس. أما بالنسبة للماك فيمكن استخدام الفيرتوال بوكس أو أحد الحلول الخاصة بالآلات الافتراضية لمنصة الماكنتوش. فتنصيب الأونترغوس فهو سهل جدا ويشبه نسبيا تنصيب توزيعات مانجارو لينكس. فكلتا التوزيعتين مانجارو لينكس وأونترغوس فهما مبنيان على أرتش لينكس وتستخدمان مخازن الحزم الخاصة بأرتش لينكس، بالإضافة إلى دعمهما لمخازن خاصة بكل واحد منهما. هنا قمت بتنصيب الأونترغوس فهو يأخذ بعض الوقت، ويجب التوفر على الربط بالأنترنت لأنه يقوم بتحميل العديد من الحزم من الأنترنت، بينما مونجارو فهو جيد بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على الربط مؤقتا بالأنترنت ويريدون تنصيب تلك التوزيعة. هنا ندخل على مجلد أونترغوس ونقوم بفتح ملف الفي ام اكس. كما تلاحظون استخدمت 2 جيجا من الذاكرة. لكي تشتغل توزيعات أونترغوس بطريقة عادية فأونترغوس هي أكثر جمالية من مانجارو لينكس حسب ما يقوله المختصين في مجال توزيعات لينكس، إلا أن أونترغوس فهي تحتاج العديد من الإعدادات وعتاد لا بأس به لكي تشتغل بصورة عادية. هنا نضغط على الكونت وسأقوم بإدخال كلمة المرور. فالآلة الافتراضية تكون نسبيا ثقيلة مقارنة مع الآلة الحقيقية. فلا أنصحكم بتنصيب توزيعات أونترغوس على آلة متواضعة. هنا نقوم بالفول سكرين كما تلاحظون. مرحبا بكم في المكتب الخاص بتوزيعات أونترغوس بالجنوم 3. هنا هذا الزر يقوم بإظهار جميع
قم بإظهار جميع التطبيقات على توزيعات أونتاغوس. نقوم بإطلاق الترمينال وكتابة الأمر sudo -s للدخول على الروت. في هذا الشرح سنقوم بتنصيب قاعدة بيانات ماريا دي بي وفضاء لاشتغال بايثون والفيرتشوال هوست والبايب. افترض في هذا الشرح ان توزيعة اونتاغوس ساستخدمها لتطوير تطبيقات الويب باستخدام قاعدة بيانات ماريا دي بي ولغة البرمجة بايثون. فبايثون هو متوفر على توزيعات اونتاغوس كما تلاحظون بالنسختين النسخة 2.7 والنسخة 3. الآن ما علينا سوى تنصيب الماريا دي بي. كما قلت لكم فتوزيعات اونتاغوس هي مبنية على أرش لينكس وتستخدم تعليمات باكمان لتنصيب وحذف الحزم. كما تلاحظون ما علينا سوى كتابة الأمر باكمان تيغي غران اس ما ماريا دي بي ليتم تحميل المكتبات الخاصة بقاعدة البيانات ماريا دي بي. في انتظار انتهاء هذا الأمر سنقوم أيضا بتنصيب الأدوات الخاصة بتطوير الويب باستخدام لغة البايثون. ونبدأ بالأداة الأولى المسماة ببايب. فبايب هي شبيهة بكمبوزر أو NPM أو جيم في لغة الروبي. فبايب هي ما يسمح لنا بتحميل الحزم والأدوات والمكتبات المكتوبة بالبايثون. كما تلاحظون يتم تحميل الباكيج الخاص بالبايب. الآن سأقوم بتنصيب التعليمة المسماة بـ Virtual Host. فـ Virtual Host تقوم بإنشاء فضاء خاص بالبايثون داخل مجلد، أي أن كل ما يقع داخل ذلك المجلد لا يؤثر في النظام. نكتب تعليمة pipe install virtual env لتنصيب تعليمة virtual env الخاصة بالبايثون. الآن نقوم بإنشاء تطبيق سنسميه application test باستخدام virtual host. تقوم تعليمة virtual env بنسخ صورة مصغرة من لغة البايثون إلى المجلد المسمى بـ application test. الآن ندخل إلى المجلد application test. نقوم بكتابة تعليمة source bin activate لكي يتم المرور من نظام shell التقليدي
الى مجلد الابليكيشن تيست واعطاء وتغيير مسارات بايثون من المجلدات باغ ديفو الموجوده في النظام الى هذا المجلد كما تلاحظون. ف بين اكتيفيت تعطينا اسم المجلد بين قوسين، اي اننا الان عند تنصيب باكيج خاص بالبايثون باستخدام بايب يتم تنصيبه داخل هذا المجلد وليس في المسارات العادية للنظام، مما يسهل علينا عملية نسخ ونقل التطبيقات بين الخوادم. نقوم فقط بتنصيب الكلاينت الخاص بماي سيكوال والفريمورك المسمى بباتل باتل باي وغوديس الكلاينت الخاص بغوديس. الان نكتب تعليمات بايب ليست هذه لائحة بالباكيج الخاصة بالبايثون على توزيعات أنتاغوس كما تلاحظون باتل باي ماي سيكوال غوديس و سيتاب تولز و ويلز. فسيتاب تولز و ويلز خاصة بتعليمات فيرتشوال انف. الآن نعود إلى المثال الخاص بماي سيكوال ونقوم فقط بنسخ وإلصاق هذه التعليمة لكي يتم إعداد قاعدة بيانات ماي سيكوال في المرة الأولى. تقوم هذه التعليمة بإنشاء المجلدات الخاصة بماي سيكوال وكذلك تغيير المسارات والطوادكسي الخاصة بقاعدة البيانات. الآن ما علينا سوى إطلاق قاعدة بيانات ماريا دي بي باستخدام سيستم دي أو سيستم كنترول ستارت ماريا دي بي. الآن كما تلاحظون قمنا بالدخول على قاعدة بيانات ماريا دبي للمرة الأولى بعد تنصيبها على توزيعات أنتاغوس. أظن أن هذه التوزيعة لا تحتوي على أي متصفح، سنقوم فقط بتنصيب الفايرفوكس لكتابة تطبيق صغير جدا باستخدام منصة بوتل بلغة البايثون، حيث سيقوم هذا التطبيق فقط باستخلاص الفيرشن الخاصة بماي سيكوال وإظهاره في الويب بكل بساطة. فهذا المثال هو خاص باستخدام توزيعة أنتاغوس كفضاء لتطوير تطبيقات الويب. نقوم بفتح نافذة أخرى وتنصيب فايرفوكس. ننتظر بعد الشيء إلى حين انتهاء تحميل حزم الفايرفوكس والتنصيب. في انتظار هذا الأمر سنقوم بتنصيب محرر النص المسمى فيم.
ننتظر إلى حين انتهاء تنصيب الفايرفوكس. فلقد نسيت هذا الأمر أن اللوك لا يمكننا من تنصيب حزمتين في نفس الوقت، ما علينا سوى الانتظار. قمنا بإنشاء قاعدة بيانات مسمات بـ أونتارغوس. الآن سنقوم بفتح الفايرفوكس. هذا هو الفايرفوكس. أول مرة يأخذ بعض الوقت. أوكي، جيد جدا. سنعود إلى تنصيب محرر النصوص المسمى فيم. الآن سندخل على الموقع الرسمي الخاص ب باتل. ايضاً فباتل يعد من أسهل منصات التطوير الخاصة ببايثون فيما يخص تطبيقات الويب، فهو سهل جدا. هذا هو المثال هلو وولد الخاص بالباتل، اي عندنا روت ونقوم بارجاع التمبلات. ساقوم فقط بانشاء لينك باستخدام ln لتعليمات في، ان في تقوم بإعادة توجيهه نحو فيم. سنقوم فقط بإلصاق هذا الكود بطريقة من دون تفكير، فقط سنقوم بإلصاقه هكذا. ونقوم بإضافة MySQL باستخدام py MySQL. فهذا الكلاينت فهو بيور بايثون، اي انه لا يعتمد على السي، على لغه السي او الكلاينت المسمى ب ماي سيكوال كلاينت المكتوب بلغه السي. فهذا الكلاينت يقوم ب اعاده كتابه بروتوكول ماي سيكوال باستخدام البايثون. وشخصيا استخدم هذا الكلاينت لانه بورتابل، اي يدعم جميع نسخ الماي سيكول وبناتها، يعني الماريا دي بي والبيركونا وكل فروع ماي سيكول يدعمها هذا الكلاينت. في حين ان استخدام
الكلاينت المكتوب بالسي وربطوه بلغة البايثون. ففي بعض الأحيان تقع هناك مشاكل بين أنظمة الاشتغال ولغات البرمجة، فهو بسهولة بمكان نقوم فقط بكوبي كولي لهذا الكود وسنقوم بتغييره حسب الحاجة لربح الوقت. من الأحسن تنصيب سوبليم تكست. لا أريد الخوض في إعدادات فيم لتغيير التابولاسيون، سأقوم فقط بتنصيب سوبليم تكست. سوبليم تكست تحميل نسخة سوبليم تكست 2. لا أريد النسخة 3، أريد فقط النسخة 2. نقوم باختيار لينكس 64 بيت. نقوم بفتح سوبليم تكست وإضافة اللينك على البيرو، أو نقوم فقط بإطلاقه من الترمينال لربح الوقت. نقوم فقط بوضع ذلك جزء من الكود داخل منطق هذه الدالة، ومن ثم تغيير تابولاسيون اليوزر فهو الروت. والباسورد غير موجود، وقاعدة البيانات فهي قاعدة بيانات انترغوس.
هكذا. أما الكوداج فهو فقط UTF-8. سنقوم أيضا بحذف هذه الأشياء و try query. فالكويري الخاصة بالانسرت وجب القيام بالكوميت، أما هنا فلا نحتاج للكوميت، نقوم فقط بسلكت لرقم الفيرشن الخاصة بماريا دي بي. هذا المشكل يقع لأننا قمنا بكوبي كولي للكود، فالتابيولاسيون ليست هي نفسها. أوكي، سأقوم بحذف الكود الخاص بالداتابيز مؤقتا لتفقد هذا المشكل الخاص بالتابولاسيون، فهذا مشكل خاص بالبايثون وليس مشكل في التطبيق. كما تلاحظون الآن فالتطبيق يشتغل. ندخل إلى اللوكال هوست باستخدام البور 8080. كما تلاحظون فنوت فونت، وجب إضافة هلو فهلو أيضا تعطينا مشكل. أوكي، فالمشكل كان في الرندر الخاص بالنيم.
هذا هو المشكل، لان الروت كان عبارة عن روت افيك بارامتر. عند حد في هذا هذا البارامتر سا يشتغل. كما تلاحظون ماريا دي بي فيرجن هلو. سنرجع نرجع الى النسخة القديمة من الكود ونقوم بحذف النيم. وهنا كما قلت لكم فمشكل هو مشكل تابولاسيون خاص بالبايثون. الآن نقوم فقط بأحد الأشياء باستخدام فاريابل جلوبال نسميه R يساوي نون. إلى R ومن ثم تمرير قيمة R. كما تلاحظون فالتطبيق الآن يشتغل من دون الحاجة لإعادة كتابة القسم الخاص بالليدونتاسيون. فالطريقة الأخرى هي أيضا تشتغل، إلا أن المشكل كان في التابولاسيون. فالتابولاسيون هي سبب المشكل. اوكي، كما تلاحظون فقيمة الريزلت هي قيمة الريزلت هي عبارة عن ديكسيونير. فالريزلت هو عبارة عن ديكسيونير كي فاليو. الا ان تمبليت الخاصة ببايثون فهي تفهم قادر على التعامل مع التايبس الخاصة بالبايثون، اي انه يتم تحويل ديكسيونير خاص ببايثون الى سترينج. في حالة اذا اردنا فقط هذه القيمة نقوم ب R دو فيرسيون هكذا R بهذه الطريقة نستخلص فقط قيمة الفيرسيون من دون الحاجة إلى طبع الديكسيونير كاملا. كما تلاحظون فهذا التطبيق قمنا فقط بكوبي كولي من دون تفكير لطريقة التعامل مع قاعدة البيانات، اي انه في كل مرة عند الدخول الى هذا اليغال نقوم بكوبي
بإنشاء كونيكسيون جديدة مع قاعدة البيانات وإرسال المعلومات في هذه الكونيكسيون واستقبالها وطبعها. لكي نتجاوز مشكل ليدونتاسيون كما لاحظتم، نستطيع وضع هذه السطور الخاصة بقاعدة البيانات داخل دالة، ومن ثم إرجاع فقط قيمة القيمة بعد تمرير الكويري. كما تلاحظون فالنتيجة هي نفسها. فهذه الأمثلة هي فقط للاستئناس بتوزيعات أونترغوس وفضاء البايثون. نضع شيء آخر هنا نسميها date، وهنا نكتب date. هنا نقوم بالselect cure date، فselect cure date داخل قاعدة البيانات تعطينا تاريخ اليوم. كما تلاحظون فالتطبيق يشتغل. سأقوم بإغلاق كل هذه الأشياء للقيام بمراجعة بسيطة لما رأينا في هذا الشرح، حيث تعاملنا مع توزيع المسمات بأنترغوس، كيفية تنصيب التطبيقات، كيفية تنصيب أدوات تطوير تطبيقات الويب بلغة البايثون. الأداة الأولى فهي الأداة المسمات ببايب، والأداة الثانية فهي الأداة المسمات بفيرتشوال أنف. ففيرتشوال أنف تقوم بإنشاء مجلد يحتوي على ديبندنسي الخاصة بالتطبيق. تعرفنا أيضا إلى الكلاينت المسمى بباي
MySQL المكتوب بالبايثون والخاص بقاعدة بيانات MySQL slash MariaDB. تعرفنا أيضا إلى الفريمورك المسمى بباتل. فباتل هو عبارة فقط عن روتور خاص باليوغال مكتوب بالبايثون. قمنا بإنشاء 2 من الكويري الأولى وتعطينا النسخة الخاصة بقاعدة بيانات ماريا دي بي، وثانية تعطينا الوقت التاريخ اليوم. يمكنكم استخدام هذا الشرح المبسط حول فريمورك باتل لإنشاء تطبيقات ويب جد معقدة ومفيدة. هنا مثلا كيف يمكن قراءة البوست وقراءة الملفات المرسلة من البراوزر كالصور سكون ابل الابلود. ايضا كيف يمكن استخدام خواجم المسمى بالويسكي، فالويسكي هي خواجم الويب مكتوبة بالبايثون ولها او لغة سي ولها امكانية تنفيذ كود مكتوب بالبايثون المسمى بالويسكي، فهي تقريبا مثل سي جي اي بالنسبة للبيرل والبي اش بي الا انها مكتوبة بالبايثون. فيمكن اضافة هذه الخواجم لفريمورك باتل للرفع من كفاءة التطبيق. يمكن ايضا اضافة بلوجين لفريمورك باتل كبلوجين خاص بالسيشن، حفظ وحذف السيشن داخل قواعد البيانات. ففريمورك باتل هو فريمورك صغير جدا عبارة عن روتور حول اليوغل. يمكن إضافة يوغل ديناميك هنا ومن ثم قراءتها داخل الدالة والقيام بريكوست نحو مكان تخزين المعلومات ملفات أو قاعدة البيانات، ومن ثم صناعة الريسبانس. فالريسبانس قد يكون جيسون أو XML أو ملفات HTML. في حالة HTML فإن باتل يحتوي على تمبليت، نظام تمبليت بسيط جدا. وفي حالة إذا كان التطبيق الخاص بكم يحتاج نظام تمبليت معقد في جهة الخادم، يمكن الاستعانة بنظام تمبليت المسمى بجينجا داخل فريمورك باتل. فجينجا هو نظام تمبليت الخاص بالفريمورك فلاسك، ويمكن ايضا اضافته الى فريمورك باتل. بهذه الطريقة تقومون بتنصيب جينجا وجينجا فيو، تمرير اسم الملف home.html ومكان تواجد هذا الملف فهو داخل مجلد تمبليت. بهذه الطريقة تكونون قد تعرفتم على توزيعات أونترغوس وكيف يمكن استخدامها كمنصة لبرمجة تطبيقات الويب باستخدام لغة البايثون وفريمورك باتل. وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.